بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، جبنا لكم في جديد اقوى مقاطع صيد الرنه بالسهم. شايفين هو مستخبي ورا الشجره ولا حركه، مستني الفرصه. اصابه قاتله. سور ليل هنا، شايفين؟ يعني اصابه دقيقه. طبعا انا سعيد وفرحان مش مصدق نفسي. الصورة البطيئة هنا بيستهدف، شايفين الرئة؟ إصابة دقيقة. إصابة قاتلة. شوف 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 قوة السهم هنا. السهم اخترق الرنة ومؤخرة السهم سقط. شايفين في العادة السهم دخل، اللي وقع ده مؤخرة السهم اللي ريش. وضع التصوير إصابة دقيقة. شوف اخترقت الرنة. شوف هنا القرون دي. شوف إصابة قاتلة. شوف السهم نزل، اخترق ونزل ورشع في الأرض. هنشوف العادة. شوف السهم اخترق. شوف مستخبي فوق شجرة. إصابة قاتلة. شوف خلاص سقط هنا الرنة قدامكم. طبعا قرونه غالية جدا، بتتعمل مقابض للسكاكين والأسلحة البيضاء. هنا ظبي المو أو الموس. شوف راجل كبير في السن، إصابة مميتة. بص بص شوف قوته، كأنه بيضربها بطلقة. شوف هون على شجرة عامله كمين. إصابة قاتلة. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وهنوعدكم باذن الله تعالى الجاي هيكون احلى واحلى واحلى بفضل الله تعالى. شوف السهم نزل اخترق ونزل في الارض. صابه مميته. فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.